استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط بطولتي الجمهورية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. يأتي هذا استمرارا لنجاح الوادي في تنظيم بطولات الفروسية محليا ودوليا منذ أن قامت الوزارة بتطويره وفقا للمعايير الدولية في هذه الرياضة. استعداد دائم لوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية على بحيرة عين الحياة بالفسطاط لاستضافة كافة بطولات الفروسية، فقد استضاف الوادي بطولتي الجمهورية لقفز الموانع، واستمرت كل بطولة على مدار 3 أيام بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، وشهدت إشادة كبيرة من الفرسان بقدرة الوادي التنظيمية وما يتمتع به من ملاعب ذات سمات دولية. الإمكانيات هنا عالية جدا 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 طبعا، يعني ده كان بينعكس على سلامه الفرسان وسلامه الخيول نفسها، واحنا طبعا بنبقى احنا يعني امنين هنا جدا جدا جدا، الناحيه الامنيه نفسها والناحيه الفنيه الخاصه بسلامه الخيل وسلامه الفرسان، دي حاجه كويسه مش موجوده في حتت كتير موجوده هنا. وادي الفروسيه دلوقتي بقى من الاماكن المميزه جدا في رياضه الفروسيه فعليا، وفعلا احنا دلوقتي تجاوزنا مرحله البطولات المحليه، وان دلوقتي بقى في بطولات دولية بتتم هنا، حصل بطولة الكلة الدولية، حصل بطولة الفرق الدولية هنا. الملاعب بتاعته مجهزة كويس قوي، وهو المكان الوحيد في مصر اللي فيه صالة مغطاة، فده بتتيح لي انه نقدر في عز الحر نقدر نتمرن داخل المكان ده. المكان حلو جدا وواسع، والاراضي حلوة جدا، والخيل بتبقى مستريحة قوي، اراضي التسخين كويسة، الخيل كلها مفيش بتبقى فيه زحمة، والإسعافات دايما موجودة. وتميز الوادي بتوفير كافة العناصر التنظيمية التي تهيئ الأجواء الملائمة التي تساعد الفرسان على إبراز مهارتهم في قفز الموانع من مختلف الارتفاعات، فالملاعب ذات مواصفات دولية إضافة إلى فندق إقامة اللاعبين واسطبلات خاصة بالخيول بتجهيزاتها البيطرية وغرفة حكام دولية. كل حاجة متوفرة، الأراضي، الفندق، البوكسات بتاعه الخيل، كل حاجه متوفره، فيعني تالي اكتر مكان موجود دلوقتي يقدر يستقبل بطولات دوليه. تجهيز المكان على اعلى مستوى بصراحه، البوكسات مش ناقصها حاجه، واحب اشكر وزاره الداخليه على مكان جميل زي ده، وان انا موجود هنا النهارده وراكب معاهم. وادي الفروسيه فعلا وادي على أعلى مستوى، ووادي فيه إمكانيات عالية جدا من إمكانيات فنية بأراضي تدريب وأراضي بطولات معمولة على أعلى مستوى. الأرض، التنظيم، كل حاجة كانت سوبر، أرض الإحماء، أرض البطولة نفسها، كل حاجة ما فيهاش غلطة. أشكر وزارة الداخلية على المكان وبجد، والبوكسات بتاعت الخيل كمان كويسة جدا ليهم، ويعني لا المكان مريح جدا. هكذا يواصل وادي الفروسية تنظيمه الناجح لبطولات الفروسية منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح قبلة رئيسية لكافة بطولات الفروسية سواء محلية أو على المستوى الدولي.